أهلين وسهلين ومرحبتين، بتمنى تكونوا بخير وبألف خير كلياتكم. في هيدا الفيديو رح جاوب على 3 أسئلة طرحوا علي في الآونة الأخيرة. السؤال الأول هو: هل الوكالة فيها تعمل للعارض بوك؟ يعني العارض مو محتاج يعمل بوك، بحكي على العارض المبتدئين اللي بدهم يبلشوا مجال عرض أزياء، يعني ما عندهم experience بنوب. السؤال الثاني: وكالة فيها تقبل العارض يشتغل وبنفس الوقت يدرس؟ والسؤال الثالث وآخر سؤال وهو: عقد الشغل بأي لغة بيكون؟ فجوابي على السؤال الأول هو أكيد الوكالة رح تعمل لك بوك، وأصلاً رح تعمل لك، يعني ولو أنت عامل بوك قبل ما تروح للوكالة، فالوكالة رح تعمل لك بوك جديد وتعمل لك شوتينج جديد. كل وكالة عندها صور معينة بتحب تبين العارضين تبعها بشكل مختلف عن الوكالة التانية، مشان هيك بيكونوا متميزين. ليش أنا بقلكن من الأحسن يكون عندكم بوك قبل ما تروحوا للوكالة؟ أغلبية الوكالات ما بيحبوا يشغلوا ناس جداد، بيخافوا إنه العارض ما بيعرف وضعية التصوير، عشان في كتير من العارضين بيكونوا شكلهم كتير حلو ومختلف، بس لما بيوقفوا قدام الكاميرا ما بيعرفوا يتحركوا ولا يعملوا شيء. كمان الصور بالبوك إذا أنتوا أخذتوا معاكم بيبين إنه أنتوا بتعرفوا حركات، وكمان أنا بقلكم بالبيت تدربوا قبل ما تروحوا للوكالة مشان يكون عندكم سهل، عشان أكيد لما بتروحوا عند الوكالة بتقلكم اعملوا لنا وضعيات تصوير قدامنا، اعملوا لنا حركات مشان يشوفوكم كيف بتحركوا جسمكم. فالسؤال الثاني هو: إذا قبلتني وكالة الأزياء مشان أشتغل معها، هل فيني ادرس واشتغل ولا ما فيني ادرس؟ جوابي هو فيك تدرس وتشتغل بنفس الوقت اذا كنت بتشتغل مع الوكالة، لكن بشرط واحد: لما تكون انت عايش ولا مقيم ولا بلدك الاصلي ساكن فيه والوكالة موجودة بنفس البلد اللي ساكن فيه انت، يعني انت بتدرس وعندك حياتك خاصة وعندك بيتك الخاص وكل شيء لإلك خاص، مسؤوليتك الخاصة، وانت مشترك مع وكالة هي اللي بتبعتك لتجارب الاداء، وبعدين الوكالة هي اللي بتكون الرابط بينك وبين الكلاينت هو الديزاينر. هون فيك تشتغل وتدرس كيف ما بدك، يعني كيف انا اللي بعمل هلا. فالوكالة هي بتكون بس بتدفع لك درايفر والسيت كارد. السيت كارد هنا هيدوك البطاقات اللي بيكون فيهم اسمك وقياسة جسمك وصورك، لما بتروح لعند كلاينت تورجيه اياها مشان يعرف قياسة جسمك، يعني انت مو محتاج تحكي معه. فالبطاقة هي بطاقة تعرف لإلك من طرف الوكالة، ودرايفر يعني هيدا الشيء وهي اللي بتدفع عنك الوكالة اذا انت ساكن معها بنفس الدولة وانت عندك حياة خاصة. اما اذا الوكالة هي اللي جابتك لبلد تاني ودفعت لك تيكت طيارة ودفعت لك درايفر وسكنتك في بيت العارض الأزياء وهي اللي بتدفع لك كل شيء، أكيد ما فيك تدرس. فالوكالة رح تاخدك لكل تجارب الأداء كل يوم كل يوم كل يوم مشان أنت تشتغل، مشان هي ترجع مصاريف اللي دفعتها مشانك أنت بالأول، مشان تجيبك أكيد لازم تشتغل مشان توفي لها حقها اللي دفعته مشانك، وبعدين تربح شوية مصاري. فمستحيل تدرس. وآخر سؤال هو: عقد الشغل لما بين العارض والوكالة يعني الكونترا بأي لغة؟ عقد الشغل بصفة عامة بالعالم كلياته بيكون باللغة الإنجليزية، يعني بالدول العربية والدول الأجنبية. أما النقطة الاختلاف وهي دول المغرب العربي مثل المغرب الجزائر تونس بيكون عقد الشغل باللغة الفرنسية، وكمان بالدول اللي بتحكي فرنسي مثل فرنسا وكندا عندهم عقد الشغل باللغة الفرنسي وعندهم عقد الشغل باللغة الإنجليزية. فوصلت لنهاية الفيديو، حاولت قدر الإمكان ما طول عليكم، الأسئلة اللي ضلت راح أعملها بالفيديوز اللي جاي إن شاء الله. فبتمنى تستفادوا من هيدا الفيديو، بتمنى تشوفوا للأخير. إذا عندكم أي تساؤل أكيد اكتبوا لي أسفل هيدا الفيديو، لما أشوفه أكيد راح أجاوب أسفله، ولا إذا كان كتير مهم راح أجاوب عليه بفيديو خاص. انتبهوا على حالكم ومع السلامة، بشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.